طلعين دلوقتي ان في اسامي بتتحط عشان تبقى مرصوده، انتم اتفه وانتم اقل من ان حد يقف عندكم، لانكم انتم مجموعه من الناس اللي ملهاش لازمه. انتم للاسف انتم كلنا ونحن ممثلين واعلاميين ساهمنا في شهرتهم، هم قليلين جدا. كلنا لازم نتكاتف ان احنا ننسى هذه الفتره ونمسحها ونقطعها وما نجيبش سيرتهم اساسا. يعني دايما انا ايه لما بقول حاجه لما بيجي كلمه اخوان بقول علامه استفهام، احنا مش عايزين نقول اسمهم خلاص لان هم دول انتهوا ولن يعودوا مره اخرى. طيب دور الفن في المرحله، دور الفن كبير لانه الفن زي ما بيقولوا مرآة عاكسة للمجتمع. المجتمع المصري بيكره هذه الفئه، يبقى لازم كلنا نكره هذه الفئه. بس انا لسه قايلها دلوقتي في انترفيو حالا، انا ما احبش ان انا اعمل دور من ادوارهم، انا ضد ان انا اجسدهم. انا ممكن اجسد ابو لهب وما اجسدش حد منهم، لان ابو لهب بيدينا عظه، بيدينا ماذا فعل في الإسلام وكان رد يعني وكان قضاء الإسلام على هذا الرجل ومحاربته للإسلام. لكن دول أنا شايف أنهم أساءوا للإسلام، يعني دول قدموا للإسلام أسوأ صورة. والإسلام الحنيف اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نكون رحماء وكيف نكون محبين، دول علمونا الكره وعلمونا إزاي ننفصل وعلمونا إزاي ما نحبش بعض. أعتقد أن جه الوقت أن احنا ما نتكلمش عليهم، لأن احنا مدينهم حجم أكتر من حجمهم وكفاية. يعني خلاص هم سنة عاشوا وفرحوا بيها وطلعوا في التلفزيونات وتصوروا وكلوا وشربوا وتخنوا، كفايه بقى نخليهم قاعدين في السجن ياكلوا ويشربوا وربنا يتولاهم بعد كده ان شاء الله.